أولا العقوبات التي نص عليها نظام المرور، من الذي أقرها؟ أولا هو أقرها المشرع، المشرع أو من الذي أصدر نظام المرور منذ أنشئت المملكة العربية السعودية إلى اليوم وهو مجلس الوزراء، ويوقع عليه رئيس مجلس الوزراء، وما على وزارة الداخلية إلا إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور وليس النظام، اللائحة التنفيذية. فينص دائما، فإذا كان هناك أي تغيير في هذا النظام لا يجوز لأحد أيا كانت صلاحية تغيير حرف واحد في النظام إلا بعد العودة إلى مجلس الوزراء. طيب حضرتك قلت لي شوف العقوبات البديلة، قلت المسمى أي؟ يعني مثلا واحد قطع إشارة أي؟ غصبا عنه حيدفع، حيدفع طبعا، المفحط مش عارف إيش طبعا كذا. فكيف تكون عقوبات بديلة إضافية؟ أنا أسميها عقوبات إضافية، عقوبات إضافية توعوية. يعني على سبيل المثال ساهر، هل يلغي المرور ساهر ويقول بدل مخالفات السرعة اللي تم تصل إلى حدود 3000 أو أكثر بعض الأحيان حسب 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 كل ما تزايدت السرعة كل ما تزايد حجم المخالفة أو العقوبة أقصد، هل سيستغني عن هذه العقوبة ويقول للمسرعين والمخالفين لأنظمة المرور يعني سأعمل لكم دورة تروحوا للمستشفيات وتشوفوا المصابين ولا مستشفيات مو الأمل إعادة التأهيل اللي يصابهم بالشلل الرباعي ولا ممكن أخليكم تنظفون مساجد ولا تزورون مصابين؟ هذا كلام على فكرة لا يمكن أن يتم في مجتمعنا.